طيب الاستمرارية هي أنك الفيلم اللي الجايس بيتصور أهم شيء عندك أنت كممثل كمخرج أن المشاهد ما يحس أنه هذا الفيلم يعني ما هو مرتبط بالقصة. يعني بمعنى آخر إيش، إحنا زي ما قلنا الفيلم إحنا صورناه بناء على جدول عندنا موجود، والجدول هذا بناء على مواقع، ما هو بناء على إحنا ما صورنا الفيلم من أول لقطة لآخر لقطة وراء بعض، صورناه اختلاف الأزمان. لذلك بعض الأحيان مثلا في بعض الأفلام مثلا في هوليوود يروحوا يصوروها مثلا الانتيريور المشاهد الداخلية يصوروها في فانكوفر مثلا عشانها أرخص، بينما المشاهد الخارجية مثلا يمثلوها في لوس أنجلوس أو في LA. طيب إذا كان واحد مثلا كان يعني مشهد داخلي وفجأة شايل مظلة كده وخارج وفتح الباب وطلع، هو سوى الحركة هذه في فانكوفر، لما جاء في لوس أنجلوس فتح الباب وطلع كان مشهد خارجي واللقطة جاية عليه من برا. طيب المظلة اللي كان شايلها فجأة كانت سودة وهو طالع من هناك الحين صارت بيضة. ليش؟ لأنه صار في خلل في الاستمرارية، صار في خلل في الكونتينيوتي، ما انتبه المخرج أو الشخص المسؤول عن هذه الاستمرارية أنه لابد يكون أو هو كان لابس كذا، كان المعطف لونه أسود، كانت المظلة لونها أسود مثلا، كان هو بالشكل هذا بكل الدقائق والتفاصيل حتى ما يصير اختلاف بين اللقطتين. إذا صار في اختلاف بين اللقطتين أنا كمشاهد فجأة كان واحد يعني مثلا ضار مع زوجته وجاء طالع كذا ومعاه مظلة سوداء، فجأة طلع برا معاه مظلة بيضاء، أنا فجأة فقدت الاستمرارية، فجأة بدأت أفكر أقول هذا كيف صار كذا. يعني أنا بدأت خلاص بدأت أفقد الارتباط مع الفيلم، بدأت أفكر في الأشياء ما خلف الفيلم. بمعنى إيش ما خلف الفيلم؟ يعني كأنه مثلا لقطة يعني خلنا نقول حساسة، واحد مثلا متأثر كذا وصار عنده مثلا مشهد وفاة أو شيء زي كذا، بعدين فجأة كذا المايك يدخل في اللقطة. يعني انت كمشاهد تقول يعني او الشباب يعني انا ضعت خلاص، انا فقدتني، انا كنت معاك في الفيلم الان صرت برا، انا الان ماني معاك، انا مع المايك اللي دخل اقول يا ربي مين هذا اللي ماسك المايك، وين راح طيب المنتج، يعني افكر في اي حاجة ثانية لانه صار في خلل في الكونتينيوتي، صار في خلل في الاستمرارية حقت الفيلم. اي حاجه تفقد تخلي المشاهد يفقد التواصل مع الفيلم، يبدا يفكر في اشياء ما خلف الفيلم، هو جالس يفقد الاستمراريه معك، وانت بعد كذا خلاص اذا فقد الاستمراريه صعب انك ترجعه مره ثانيه. فهذه احد القواعد الاساسيه اللي على اساسها في وظيفه كامله لشخص يسموه السكريبت سوبرفايزر. سكريبت سوبرفايزر هو شخص دائما يكون مع الممثل او يسموه سكريبت ليدي، عاده كان في الأفلام دائما عادة يكون هو مرأة اللي ماسك السكريبت، لأنه سبحان الله يعني النساء عندهم يعني انتبهوا للتفاصيل بشكل دقيق جدا، فيعني تنتبه لأنه والله هذا القبعة ما كانت نفس القبعة اللي ذاك اليوم لما صورنا، وهي تكتب كل حاجة، فكانت السكريبت ليدي هذه هي اللي تسجل. ودائما السكريبت سوبرفايزر أو السكريبت ليدي أو whatever دائما هو مع المخرج. ليش؟ لأنه هو بينبه المخرج لأشياء كثير، مثلا زي إنه والله ترى مخرج اللقطة هذه صار فيها كذا وكذا وهذه في اختلاف في الكونتينيوتي، ممكن هو المخرج هو يبغى كذا ويقول لا اوكي مثلا خلاص ما في مشكلة، ممكن يقول لا دقيقة غيروا هذا زي ما قالت شو اسمه السكريبت ليدي. غير كذا ايضا عادة احنا في الفيلم السكريبت سوبرفايزر هذا شغلته من ضمن الاشياء اللي يسويها انه في الفيلم عادة ناخذ اكثر من تيك، زي ما قلنا الشوت الواحدة او اللقطة الواحدة ناخذها اكثر من مرة، فمثلا المخرج يعيدها مره مرتين ثلاثه الين في الاخير هذه اللقطه عجبتني، فيقول السكريبت سوبرفايزر خلاص ماركت، يعني هذه اللقطه حط عليها دائره. فهذه النوتس هذه طبعا تروح لمين؟ للممنتج في الاخير، للشخص الاديتر اللي قاعد في الايديتنج سويت، تجي له هذه النوتس، هو مباشره لما يشوف اللقطات عنده في برنامج المونتاج وحطينا اللقطات ورقمها وحط لها كل التصنيفات حقتها، حيشوف في النوت انه والله السين نمبر 5 شوت نمبر 3 هذه واز ماركت، يعني حطت عليها دائره سكريبت سوبرفايزر، معناته هذه اللقطه اللي هي المخرج يبغاها خلاص، هذه بدون ما افكر راح احطها على طول، الا اذا كان فيها يعني انتبهت انه فيها اشكاليه وممكن المخرج ما تعجبه، لكن المخرج يبغى هذه اللقطه مثلا كان فيها البرفورمانس بالطريقه اللي هي اللي تناسب المخرج، كان فيها شيء هو ممكن ما ينتبه له، لكن المخرج حط عليها مارك انا احطها مباشره. طيب في شيء بعض الاحيان الناس تواجهه في الـ في الـ في
في المونتاج ما ينتبهوا لوقت التصوير، اللي هي قاعدة 180 درجة. قاعدة 180 درجة هي هذه أصلا من قواعد الإخراج، لكن اللي نكب فيها عادة مين؟ المونتاج أو الإديتر. الإديتر هو جاهز فجأة يسوي مونتاج لمثلا شخصين، إذا افترضنا شخص واقف هنا وشخص واقف هنا وبيتواجهوا مثلا في مثلا طلق رصاص أو حاجة زي كذا. إذا في عندي كاميرا هنا وعندي كاميرا هنا، الشخص هذا بيمشي بهذا الاتجاه وهذا الشخص بيمشي بهذا الاتجاه. أوكي. القاعدة 180 درجة تقول إنه أي اثنين واقفين بين عيونهم في خط، خط وهمي طبعا. الخط الوهمي هذا بين عيون أي اثنين واقفين يطلوا في بعض، أنت لابد إنك تخلي الكاميرات دائما في جانب واحد من الخط هذا، معناته هذول الاثنين واقفين كذا مواجهين لبعض في بينهم خط، الكاميرات كلها تكون هنا، يا اما هنا يا اما هنا، ما في كاميرا تنقز وتقفز الى اكثر من 180 درجه في الطرف الاخر. ليش؟ لانه لو انه الكاميرا قفزت للطرف الاخر انت راح تشوف كمشاهد، طبعا هذه ما ينتبه لها الشخص وقت التصوير، خاصه اذا كان عنده اكثر من مشهد ومشاهد ورا بعض، وفجاه هذا يتكلم، فجاه هذا يمشي، وفجاه يجي واحد ثاني، كل مره يصير استابليشنج ويصير تحديد لاي لاين مختلف، فانت ما تنتبه يمكن وقت التصوير. لكن وقت المونتاج فجاه انت تنظر هذا كان بيمشي كذا وهذا كان بيمشي كذا. اوكي، هذه اللقطه الصحيحه. طيب لو احنا اخذنا الكاميرا من الجهه الثانيه هنا، حيصير عندي لقطتين، واحد بيمشي كذا والثاني ما حد بيمشي كذا، يعني هذا مو جالسين يتواجهوا، هذا جالس يمشي كذا وهذا جالس يمشي في الجهه الثانيه. ليش؟ انه الكاميرا تصورت من الجهه الثانيه، فهذاك يعني تلقائيا هو ما انتبه وقت التصوير. وقت التصوير انت كل شيء قدامك 3D، يعني بالنسبه لك ما عندك مشكله، لكن وقت المونتاج حتشوف الاختلاف هذا. نفس الشيء لو في اثنين يتكلموا مع بعض، وانت يعني بدل ما تحط كاميرا هنا وكاميرا هنا لتو سبجكت اثنين بيتفاهموا حطيناهم كاميرتين هنا، لو فجاه انت قفزت للطرف الاخر انت ارتكبت خطا مره كبير، حتشوفه وقت المونتاج حتلاقي صورتين، واحده صوره الشخص يطل هنا، الصوره الثانيه المفروض الشخص يطل في الشخص الاخر، حتلاقي لا في العكس يطل هنا، عندنا اثنين كلهم يطلوا في هذا الجهه كانهم ينظروا لشخص اخر ثالث، بينما هذا الشيء المفروض ما يكون. فهذا الشيء انت دائما تكتشفه اذا كان في مشاكل زي كذا، وحتى افلام مره كبيره يصير فيها هذا الخطا، يعني مو حاجه انها مستحيل انها تصير. لكن يعني اذا واحد انتبه لها وقت المونتاج، يا اما انه هو يعيد التصوير، هذا الشيء يعني لا يمكن انك انت، او انك تشوف لك طريقه معينه كيف ممكن تحله، لكن صعب انك تتلافى. بعد ما خلصنا المونتاج، بعد ما خلصنا وقصقصنا ولصقنا الترانزيشنز مع بعض كل حاجه، والصوت طبعا كان سينكت ومتزامن، فتقريبا كل الاصوات كانت مع بعض، نسوي حاجه يسموها لوك بيكتشر، اللي هي خلاص الصوره هذه نوقفها، ما يصير عليها اي تغيير. عاده في المونتاج يصير عليها زي الخطوط كذا، في زي الزر لما تضغط عليه يقلب لك اياها زي الخطوط، خلاص هذه ما حد يقدر يغير فيها. ليش؟ لانه بعد كذا يجي تصميم الصوت. تصميم الصوت انك انت تمسك الاصوات اللي داخل الفيلم، طبعا احنا كان عندنا الصوت حق الدايلوج، صوت الكلام، لكن مثلا صوت الملابس، صوت واحد يمشي، اللي هي الفولي اللي احنا قلناها قبل كذا، صوت الرياح، صوت الغرفه، صوت طياره، هذه كلها اصوات لابد انت تجيبها من الخارج، انت تصممها، انت حتى تروح تسجلها. يعني كوب طاح انكسر، انت ما تروح يعني تحط نفس الصوت اللي موجود فيه، انت تبغى صوت، تبغى تسمع صوت الكوب اللي بينكسر، لابد تروح انت تكسر كوب وتسجل الصوت بطريقه يعني عاليه الجوده، وتاخذها وتنزلها في نفس اللقطه حقت. لذلك اللي يفرق في كثير من الاحيان بين فيلم يعني جيد وفيلم اخر غير جيد، الصوت انت نفسك اذا ما كان الصوت يعني جدا يعني واضح ومتزامن مع بعض وداخل بشكل يعني ناتشرال طبيعي، نفسك هتحس انه في شيء غلط. لذلك في الاوسكارز في جائزه خاصه بالصوت. ليش؟ لانه هذا ترى مو شغل سهل، هذا شغل مره يحتاج لواحد يعني يفكر كيف ممكن مثلا انه يصنع صوت ديناصور، يعني فين حيسجل صوت ديناصور؟ لابد انه هو يخترع ويجيب اصوات ويركبها مع بعض ويشتغل عليها، وكيف يقدر ينقل الروح حقه الديناصور الغضبان مثلا عن طريق الصوت حتى يقدر يوصله لنفس البرفورمانس حقه الشخص اللي بيهرب من الديناصور. حاجه مي سهله انك انت تسويه، واكثر شيء يلاحظه الانسان في الساوند ديزاين، في تصميم الصوت، اللي هي في افلام 3D. لانه افلام 3D باختصار هي تقريبا ما فيها شيء الا دايالوج، ما في حاجه. انت بتجلس تتكلم قدام مايك كاركتر موجود وبس، انتهى.
غير كذا كانت كل الفايلات هذه راحت، انت راح تصمم كمصمم صوت، تصمم كل البيئه بكل الاصوات اللي فيها، بكل النفسيات، بكل الموسيقى، بكل الارواح. طبعا الموسيقى يعني قد تكون حاجه مختلفه، مصمم الموسيقى يسموه كومبوزر غير الشخص اللي مصمم الصوت او الساوند ديزاينر. تقريبا اذا احنا خلصنا مرحله ان احنا صممنا الصوت وصممنا الموسيقى، احنا تقريبا انتهينا من الفيلم. الفيلم الان صار جاهز للعرض، طبعا كنسخه اولى فيرست كات. وزي ما قلنا قبل كذا احنا الفيرست كات هاي نعرضها على الجمهور نقيم ونرجع نعيد المونتاج او نعدل في بعض الاشياء. لكن الان الفيلم انتهى، الان الفيلم مر بكل المراحل اللي احنا بديناها من البدايه، بدايه من الفكره، وبعدين مرحله التطوير والنص، بعدين مرحله ما قبل الانتاج والاعداد، بعدين مرحله الانتاج والتصوير، بعدين مرحله البوست برودكشن، وبعدين اللي هي مرحله انه انتهى الفيلم وجاهز للعرض. تقريبا بهذا الشيء احنا نكون خلصنا مقدمه الى علم الافلام. عندي كم كلمه ابغى اقولها قبل لا ننتهي من هذا الكلام كله اللي احنا سمعناه في هذه الماده، كله كلام نظري. صناعه الافلام هي عمل، هي شيء تروح انت تسويه بنفسك، هي شيء انت تتعلمه. يعني حتى لو كنت انت فاهم في السينماتوجرافي وقريت كل الكتب، اذا ما مسكت كاميرا ما مسكت اضاءات واشتغلت عليها ما راح تقدر تطبق هذا الشيء. زي لو واحد قال لك انا تخصصي هندسه ودرس هندسه طول عمره، لكن في الاخير تقول تعال صمم سياره، يقول لك ما اعرف لاني انا ما عمري صممت سياره. ومع حق، اذا انت ما عمرك اشتغلت بكاميرا، ما عمرك مسكت كاميرا وجربت وصورت وغلطت، اللي ما يغلط ما يتعلم. طريق الخطا هو طريق الصواب. في اي لحظه اي واحد منكم يبغى يسالني اي سؤال انا جاهز وما عندي اي مشكله، اساعدكم باللي اقدر عليه. طبعا يعني اصبروا عليه شويه، يعني سنتين سؤال يعني مو على طول كذا، شوي بعدين اجاوب يعني. وشيء في النهايه ابغى اقوله، الفن يعني سلاح. اتمنى ان احنا نصنع بهذا الفن شيء جميل يغير وجه الحياه الغير جميل. وشكرا جزيلا. طيب في النهايه احب اشكركم كلكم على انكم اخذتوا الدوره معي، واحب اشكر ايضا منصه رواق على هذا الجهد المشكور صراحه. ان شاء الله باذن الله اذا ربنا سهل راح اقدم دوره ثانيه في المتخصصه في السينماتوجرافي، وان شاء الله دوره ايضا متخصصه في الاخراج، ودوره متخصصه في الانتاج اذا ربنا اراد، كلها على منصه رواق باذن الله. واتمنى من اليوم طالع كل واحد يروح يمسك كاميرا ويصور تقريبا كل اسبوع فيلم عشان يتعلم. واتمنى لكم كل التوفيق، اشتغلوا مع بعض، اتس تيم وورك، لا حد يشتغل لحاله. شكرا.